الدرس الثالث، تطبيقات على النسبة المئوية. نشاط واحد، في أحد الأيام الماطرة غاب 22% من طلاب المدرسة عن الحصة الأولى، فإذا كان عدد طلاب المدرسة 350 طالبا فإن عدد الطلاب الغائبين هو 22% من عدد طلاب المدرسة، يساوي 22% من 350، يساوي 22% ضرب 350 يساوي 77 طالب. أتعلم لإيجاد قيمة النسبة المئوية من كمية ما، أقوم بضرب النسبة في هذه الكمية. نشاط 2، حصل محمد على عرضين لشراء جهاز حاسوب من شركتين مختلفتين لبيع الحواسيب كما هو موضح في الشكل. أساعد محمدا في اختيار العرض الأوفر له لشراء الجهاز. قيمة الخصم في العرض الأول يساوي 25 على 100 ضرب 800 يساوي 200 دينار. السعر بعد الخصم يساوي 800 ناقص 200 يساوي 600 دينار. قيمة الخصم في العرض الثاني يساوي 20 على 100 ضرب 780 يساوي 156 دينار. السعر بعد الخصم يساوي 780 ناقص 156 يساوي 624 دينار. سيقوم محمد باختيار العرض الأول. نشاط 3، مساحة المستطيل المجاور يساوي الطول ضرب العرض يساوي 6 سنتي ضرب 4 سنتي يساوي 24 سنتيمتر مربع. ألف، أرسم مستطيلا مساحته 50% من مساحة هذا المستطيل. 50% من مساحة هذا المستطيل، إذن 50% ضرب 24، إذن يجب أن تكون مساحة هذا المستطيل 12 سنتيمتر مربع. إذن الطول ضرب العرض، إذن 4 ضرب 3 يساوي 12 سنتيمتر مربع. ب، أرسم مستطيلا مساحته 100% من مساحة هذا المستطيل. جيم، أرسم مستطيلا مساحته 150% من مساحة هذا المستطيل. 150%، إذن 6 ضرب 6، الطول ضرب العرض 6 ضرب 6 يساوي 36، إذن 12 سنتيمتر مربع ضرب 150% يساوي 36 سنتيمتر مربع. نشاط 4، يوجد في مدرسة يافا 600 طالب، نسبة المتفوقين منهم 19%، ويوجد في مدرسة الساحل 480 طالب، نسبة المتفوقين منهم 25%. أبين أي المدرستين يوجد فيها العدد الأكبر من المتفوقين. عدد المتفوقين في مدرسة يافا يساوي 19 على 100 ضرب 600 يساوي 114 طالب. عدد المتفوقين في مدرسة الساحل يساوي 25 على 100 ضرب 480 يساوي 1200 طالب. أستنتج أن مدرسة الساحل فيها عدد أكبر من المتفوقين. تمارين ومسائل. السؤال الأول، أجد قيمة النسب المئوية الآتية. ألف، 75% من 44، 75 على 100 ضرب 44 يساوي 33. ب، 40% من 30، إذن 40 على 100 ضرب 30 يساوي 12. جيم، 130% من 50، أيضا 130 على 100 ضرب 50 يساوي 65. السؤال الثاني، كتبت العبارة 3% دهون على علبة لبن، كم جراما من الدهون في علبة اللبن إذا كانت كتلتها 400 جرام؟ إذن 3 على 100 ضرب 400 يساوي 12 جرام دهون في علبة اللبن. السؤال الثالث، في الصف السادس 40 طالبا، 60% منهم مشتركون في دورة حاسوب والباقي في دورة كرة القدم، أجد عدد الطلاب المشتركين في كل من دورة الحاسوب ودورة كرة القدم.
عدد الطلاب المشتركين في دورة حاسوب يساوي 60/100/40 يساوي 24 طالب. عدد الطلاب المشتركين في دورة كرة القدم يساوي 40/100/40 يساوي 16 طالب. السؤال الرابع: قيمة الزكاة في الإسلام 2.5% من المبلغ المفروض عليه الزكاة، فإذا امتلك محمد مبلغ 10,000 دينار مدة سنة كاملة، أحسب ما يجب عليه من الزكاة. مقدار مبلغ الزكاة يساوي 2.5/100/10,000 يساوي 250 دينار. السؤال الخامس: تقدم لامتحان الثانوية العامة الإنجاز في مدرسة الكرامة 72 طالبا، رسب منهم 9 طلاب، أحسب النسبة المئوية للطلبة الناجحين فيها. النسبة المئوية بعدد طلاب الناجحين يساوي عدد طلاب الناجحين على عدد طلاب الفصل ضرب 100. إذن 63/72/100% يساوي 87.5%. السؤال السادس: كان سعر ثلاجة في محل الأدوات الكهربائية 720 دينار، ومع دخول فصل الصيف قرر التاجر أن يرفع سعرها ليصبح 110% من سعرها السابق، ما السعر الحالي للثلاجة؟ 110/100 السعر القديم. إذن السعر الحالي للثلاجة يساوي 110/100/720 يساوي 792 دينار. أفكر. السؤال السابع: يوجد في ساحة بيتنا شجرة زيتون كبيرة، بعت 15 كيلوغراما من ثمارها التي تمثل 25% من ثمار الشجرة، كم كيلوغرام أثمرت الشجرة؟ 25/100 كمية ثمار الشجرة يساوي 15، نضرب الطرفين ب 100/25. إذن 100/25/25/100 كمية ثمار الشجرة يساوي 15/100/25 يساوي 300/5. إذن كمية ثمار الشجرة يساوي 60 كيلوغرام.